في ظل المأساة الدائمة التي يعاني منها جرحى مدينة تعز، تتسارع المبادرات والمؤسسات الخيرية إلى تلمس تلك المعاناة، هذه المرة عبر مؤسسة الشهيد التي تحتفل بتسليم طقم ذهب بعد أن تم عرضه في مزاد علني لصالح الجرحى العالقين في دولة الهند. اليوم نسلم الطقم الذهب إلى الشيخ حجاج العريني الذي فاز بالمزاد الذي أعلنته مؤسسة شهيد لصالح الجرحى بعد أن تبرعت به الأستاذة أنيسة اليوسفي لصالح الجرحى الذين تعفنت جراحهم. لا يختلف دور المرأة هنا في تعز عن دور الرجل في طريق النضال. ساعدت المرأة إلى جمع المال عن طريق إما عن طريق الأطباق الخيرية التي تبيعها في المدارس أو عن طريق التبرعات الشخصية. المرأة أيضا حاكت بيديها شيلان من أجل البرد. عملت المرأة في كل الأدوار التي يجب أن تمارسها في حرب كهذه، لأن اللحظة التاريخية كانت تتطلب منها أن تمارس هذه الأدوار المهمة. طبيبة ومعلمة ومربية وكثير من مشاهد البذل والعطاء قدمت نساء هذه المدينة ليقف الجميع حائرا أمام سر هذا الصمود. إنجاز آخر بانت معالمه في هذه المدينة التي أجمع كل من فيها على حب الوطن والمضي في سبيل الدفاع عنه. ولذا وقفت المرأة تساند الرجل. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.